السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك قد ذكرنا عروبة من طارق بن زياد بن عمرو الصديفي، تكلمنا عن هذا في الماضي، وقد انعقد، اسمعوا 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 لهذا، هذا جدا مهم. وقد انعقد الإجماع على عروبة طارق بن زياد بن عمرو من شيخ الإسلام التابعي الجليل العلامة علامة الدنيا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عنه الشافعي رضي الله عنه أنه أفقه من أصحاب المذاهب. العلامة الليث بن سعد الذي عاصر طارق بن زياد بن عمرو، وعاصر طارق بن زياد بن عمرو، فهو أدرى، وهذا من الحفاظ الثقات الذين لا يكذبون، هو مرجعنا فقط. وكلام الليث يكفي، خلاص يكفي كلام الليث. وكذلك ذكر نفس الكلام أن اسمه كان طارق بن زياد بن عمرو العربي، المؤرخ المصري ابن بكير المشهور، وكان تلميذ الليث بن سعد، ذكر نفس الشيء أن كان اسمه طارق بن زياد بن عمرو. كذلك ذكر ابن عبد الحكم المؤرخ كذلك المصري المشهور، مشهور جدا. وابن عبد الحكم بالمناسبة قد تعلم من الشافعي بنفسه، تعلم ابن الحكم. هؤلاء لا يكذبون، هؤلاء ليس لافي بروفنسال وكولين الدجاجلة أو دجاجلة هذا العصر، هؤلاء من الحفاظ. الحافظ أي يحفظ أكثر من 300,000 حديث عن ظهر قلب، لأن الشافعي رضي الله عنه قد نزل ضيفا عند والد ابن عبد الحكم سنة 199 هجرية، وقد نقل ابن عبد الحكم عن الليث كذلك أن طارق ابن زياد ابن عمرو الصديفي هاجر أجداده إلى مصر زمن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. لنشاهد مع هذا الفيديو ثم نعود. هنا في هذا الكتاب للدكتور سويدي طارق ابن زياد، هنا طارق ابن زياد يذكر نفس الكلام، نعم، الصديف من القحطانية، وقد حضر جماعة منهم فتح مصر مع عمر ابن العاص، ويقول الصديف وابن مالك كما قلت هنا، وهم الذين قاموا هنا. كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا. Yeah.
توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا. إجماع من كبار علماء المسلمين، من المحدثين والحفاظ الثقات، ومن هم من السلف الصالح. هؤلاء الثلاثة من السلف الصالح الذين عاصروا طارق بن زياد بن عمرو، وهذا الذي نتمسك به نحن بشدة، بالإضافة طبعا إلى عشرات المؤرخين بل مئات المؤرخين المسلمين الذين ذكروا عروبة طارق بن زياد. حتى منهم ابن خلدون قال عن طارق أنه ليثي، والزركلي قال كذلك، وابن خليقان قالوا أنه كان ليثي وصدفي إلى آخره. فالذي الآن يقول خلاف هؤلاء العلماء الثقات المحدثين الحفاظ علماء هذه الأمة، وهم من السلف الصالح كما قلت، الذي يقول خلاف هؤلاء العلماء الكبار، ماذا نقول له؟ نقول له أنت من أرذال الشعوبيين الحاقدين الجهلة، لأن كلامك من فبركات المستعمر الفرنسي الأشر الذي أوكل إلى ليفي بروفانسال، وهو من يهود بروفانس جنوب فرنسا، مهمة تحريف كتاب ابن عذاري والإدريسي اللذان جاءا بعد شيخ الإسلام الليث ابن سعد بمئات السنين. نحن نأخذ الذي جاء، نأخذ كلام ليفي بروفانسال من يهود جنوب فرنسا، ونترك كلام الليث ابن سعد وكلام عبد الحكم ابن عبد الحكم وكلام ابن بكير من كبار علماء مصر من السلف الصالح، ونأخذ بكلام ليفي بروفانسال؟ يا عين العقول، يعني ماذا حصل بهذه الأمة؟ ماتت؟ هذا ليفي بروفانسال أوكل إليه جيش المستعمر، المخابرات الاستخبارات جيش المستعمر الفرنسي، ماذا؟ تحريف الكتب التي تتكلم، المخطوطات التي تتكلم عن عروبة طارق بن زياد. يعني الأمويون كانوا حيعينوا واحد غير عربي قائد جيش عندهم؟ يعني ما هذه الخرافات؟ فماذا فعل هذا ليفي بروفانسال الجاسوس الواطي؟ ماذا فعل؟ أضاف اسم أمازيغي على زعمهم لطارق ابن زياد ابن عمرو. يعني كيف أضاف؟ دس في كتب الإدريسي وابن عذاري، أضاف طارق ابن زياد ابن عبد الله، خلاص طارق ابن زياد ابن الثلاث أسماء عربية، هذه كافية للدلالة على عروبة طارق ابن زياد. فماذا فعل ليفي بروفانسال الجاسوس الأشر؟ أضاف أسماء بعد طارق ابن زياد ابن زياد ابن عبد الله، أضاف أسماء أمازيغية. فنقول لهم، له ولهم الذين يأخذون بكلام هذا الجاسوس، نقول لهم ولتبا لكم ما أخباكم، هذا الذي نقول لهم. ما هذه الأكاذيب والأباطيل؟ عينك بنت عينك، يعني بالعاني بالقوة بالزور يريدون أن يزورون أصل ونسب طارق ابن زياد ابن عمرو العربي، فشرتم. نقول لهم نحن هنا من أجل الدفاع عن عروبة هؤلاء الأبطال، شئتم أو أبيتم. لم يذكر هذه الكلمة، التسمية، الاسم أمازيغي، طارق ابن زياد أمازيغي، أحد من مئات الملايين المسلمين، وكما قلت لم يذكر أحد من ملايين من المسلمين
أو علماء المسلمين أو مؤرخي المسلمين أو الحفاظ أو المحدثين بأن طارق ابن زياد كان أمازيغي. هذه بدعة جديدة نشرها ويروجها كل يوم تقريبا المستعمر، عملاء المستعمر الفرنسي، ولها أسباب سياسية عديدة. هؤلاء محرفون، مزيفون، سذج. وما معنى سذج؟ الساذج هو الذي يصدق أي كلام يسمعه أو يراه يشاهده وينخدع بسهولة، وهذا ينطبق على هؤلاء الذين اليوم يقولون طارق ابن زياد الأمازيغي. خسئتم، فشرتم. هذه التسمية هي تسمية من المستعمر الأجنبي الغربي، بالتحديد الفرنسي، وهذه الكلمة أنا أتحدى أكبر واحد فيهم. أتينا بكتاب لمؤرخ واحد أو مسلم جاء من 50 سنة أو 100 سنة، من مؤرخ معروف مشهور قال طارق ابن زياد الأمازيغي، لم يذكر هذه الكلمة، التسمية، الاسم أمازيغي، طارق ابن زياد الأمازيغي، أحد من مئات الملايين المسلمين. ألا يستحون؟ يحرفون بكل وقاحة طارق، اسم طارق واسم زياد واسم عبد الله، لأنهم ابتدعوا اسم جديد له ونسبوه زورا وبهتانا لابن عذاري، وقالوا أن اسم طارق كان طارق ابن زياد ابن عبد الله، ثم أضافوا إليه زورا وبهتانا اسم قالوا أمازيغي. نحن لا نحب هذه التسمية أمازيغي، لأن الذي روجها ويروجها كل يوم هو المستعمر الفرنسي لأسباب عديدة. حسب معرفتي أنا وقراءتي لمئات من الكتب التاريخية في عدة لغات، وكذلك حسب كثير كثير من الحفاظ والمؤرخين وعلماء المسلمين، كثير منهم تجاوز عدد هؤلاء 50 أن قالوا وأجمعوا على أن طارق ابن زياد هو عربي ليثي صديفي همداني من اليمن، وهو من القبائل اليمنية من قبيلة صدف التي هاجرت في بداية الفتوحات العربية الإسلامية من اليمن إلى مصر، ثم من مصر إلى المغرب، وبعد ذلك إلى الأندلس. الآن المعروف أن بني أمية لم يولوا على الجيش قطعا أبدا أبدا غير العرب. المغرب كان تحت سيطرة البيزنطيين المسيحيين، لما جاء العرب تحول البربر من مسيحيين إلى مسلمين. ذلك الأمر في نقطة مهمة جدا جدا هنا، لا تنسوا أبدا أبدا أن المستعمر الفرنسي كان كاثوليكي، كاثوليكي متعصب لدينه، وهذا يفسر حقدهم على العرب ولماذا فبركوا الأباطيل والأكاذيب ونسبوها زورا وبهتانا للعرب، لأن العرب أخرجوا البربر من الدين المسيحي الكاثوليكي إلى دين الإسلام، الدين السماوي الوحيد والمقبول عند رب العالمين. الذي قام بفتح المغرب العربي هم الصحابة وأولاد الصحابة والتابعين، هم الذين فتحوا المغرب العربي وكذلك الأندلس. نذكر من هؤلاء الأبطال الذين فتحوا المغرب العربي الحسن والحسين أولا، وعبد الله بن زبير. عبد الله بن زبير هو الذي قتل ملك البيزنطيين جورجير، ملك كان ملك المغرب العربي في ذلك الوقت، وقت الاستعمار الاستدمار
والاحتلال، لا تنسوا الاحتلال البيزنطي الروماني الإفرنجي المسيحي. كذلك نقول للخرافيين الذين يزعمون أن فاتحي الأندلس هم الأمازيغ، ونحن لا نحبذ هذه التسمية أبدا، لأن ليس جميع البربر أمازيغ، وسوف نبين هذا بالأدلة العلمية القطعية في الحلقات القادمة. نقول لهم لماذا انتظرتم العرب والجيش العربي المؤلف من مئات الآلاف من الجنود لتفتحوا الأندلس؟ لماذا انتظرتم الجيش العربي لتفتحوا الأندلس؟ الأندلس أمامكم. ثم لماذا لم تحرروا كل بلاد المغرب العربي من الاستعمار والاحتلال والظلم والاستبداد البيزنطي والروماني والإفرنجي الذي دام مئات السنين؟ لماذا انتظرتم العرب لتفتحوا الأندلس؟ لماذا لم تفتحوا الأندلس أو أوروبا قبل مجيء العرب؟ ماذا كنتم تنتظرون؟ أين هي البطولة والفروسية؟ إذن طارق ابن زياد كان والي وأمير بركة في ليبيا أولا، ثم تلمسين أو تلمسان، ثم في النهاية طنجة في سنة 92 هجري، قبل أن يذهب مع إخوانه القادة العسكريين العرب لفتح الأندلس. كذلك روى لنا ابن كثير أن النبي محمد النبي العربي الأعظم بعث علي، روى ابن كثير هذه أن النبي بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، فوضع النبي يده على صدر علي وقال اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. فذهب علي إلى اليمن، ثم أرسل علي رضي الله عنه كتابا إلى النبي محمد يخبره بإسلام أهل اليمن، فسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان، السلام على همدان. روى هذه القصة ابن كثير. إذن طارق ابن زياد ابن عامر عربي صديفي يمني من همدان، قبيلة همدان، الذي عندما أرسل الرسول محمد صلى الله عليه محمد أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم أرسل علي بن أبي طالب كتاب إلى الرسول قال له لقد أسلموا. ماذا فعل الرسول عنده؟ إنه سجد ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان. فمن جاء من همدان؟ طارق بن زياد ببركة دعوة الرسول لهذه القبيلة. عربي أصيل وبأصالتي تكمن علتي عربية. كذلك تكلمنا عن عروبة ابن خلدون، وهو ذكر بنفسه الأوتوبيوغرافي تبع ابن خلدون بنفسه، ذكر في كتبه كتابه التعريف، ذكر أنا عربي جدي وائل ابن حجر الصحابي الجليل. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لي وائل ابن حجر وقال له اللهم بارك فيك وولدك وولد ولدك. فجاء كذلك ببركة دعاء الرسول ابن خلدون. يعني ما هذه الخرافات، خرافات والهرطقات والأكاذيب على أبطالنا العرب؟ في هذه الحلقة سوف نتكلم عن العالم العربي الكبير ابن خلدون. الآن لنتكلم عن ابن خلدون. لا شك ولا ريب بأن ابن خلدون طبعا هو عربي كح، والذي يقول أنه غير عربي فهو كذاب أفاك دجال لئيم حسود حقود معاند وجاهل كبير. لماذا؟ لأن ابن خلدون في كتبه بنفسه، هو ابن خلدون في كتابه التعريف وكذلك كتاب المقدمة، هو يقول عن نفسه ابن خلدون، يقول أنا عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خلدون.
الحضرمي، هو يقول الحضرمي أي من حضر موت، حضره الموت، فأصبح هذا اسم رجل حضره الموت في تلك المنطقة في اليمن، هو يقول الحضرمي اليمني. كذلك يقول ابن خلدون وجدي خالد ابن عثمان ابن الخطاب ابن كريب الذي يعود أحد أجداده إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وائل ابن حجر الكندي اليمني العربي. وخالد هذا هو الذي لقب بخلدون الإشبيلي الأصل. ويقول ابن خلدون وأنا أبو زيد ولي الدين المالكي، هو يقول هو اسمه ولي الدين أبو زيد ابن خلدون على مذهب الإمام الكبير مالك، فهو مالكي المذهب. ومن هو وائل ابن حجر الكندي الحضرمي؟ وائل هو من أبناء ملوك اليمن، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي، سافر هاجر من اليمن إلى مكة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وائل ابن حجر سيد الأقيال، أقيال أي الملوك، جاءكم طائعا غير مكره حبا لله ولرسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا وائل وفي ولدك وفي ولدي ولدك. فجاء حفيده ابن خلدون. وكما نرى في هذا الكتاب الذي كتبه ابن خلدون بنفسه التعريف بابن خلدون في صفحة واحد، يقول فيه في هذا الكتاب ابن خلدون ونسبنا في حضر موت من عرب اليمن إلى وائل ابن حجر من أقيال العرب. خلاص هنا خلاص هذا كلام ابن خلدون. كذلك في كتابه العبر، كتاب آخر العبر، هنا كتاب ابن خلدون، كذلك يقول ابن خلدون هو ابن خلدون كما قلت أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي، ابن خلدون الحضرمي أي من حضرموت في اليمن. كذلك ابن حجر يتكلم عن ابن خلدون، ترجمة ابن خلدون كتاب ابن حجر العسقلاني هنا. وكذلك يقول الحضرمي ابن خلدون الحضرمي اليمني الأصل، ابن خلدون الحضرمي اليمني الأصل. كذلك الأمر في هذا الكتاب، كتاب ابن خلدون، هنا تاريخ ابن خلدون في هذا الكتاب، تاريخ ابن خلدون صفحة 8، يكون نفس الكلام، هو ابن خلدون الحضرمي من ولد وائل ابن حجر الأشبيلي الأصل. هنا وكذلك الأمر في هذا الكتاب، الكتاب الثاني تاريخ ابن خلدون، كذلك الأمر حققه الأمير شكيب أرسلان، شكيب أرسلان هنا. كذلك الأمر يقول فيه هو ابن خلدون الحضرمي ويتصل هذا النسب بوائل ابن حجر الصحابي الذي وفد على النبي، فدعا له النبي كما نرى هنا. إذن ابن خلدون كان عربي قح من عرب اليمن، وجده وائل ابن حجر الصحابي الجليل كما قلت. فلا ينبغي بعد ذلك أن يقال غير ذلك كما يزعم بعض الخرافيين بأنه كان بربري أو أمازيغي، وهذه كلها أباطيل وأكاذيب وتحاريف وتخاريف استعملها المستعمر الغربي الأوروبي تحديدا الفرنسي منهم. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود.
عربي عربي دراغي صحرا ماني فاشي دراكي دراكي.